كيف تنظر لما تم حتى الآن في جوبا من مسار المفاوضات، وهل أنتم متفائلون إلى أن هذه الجولة سوف تفضي إلى سلام حقيقي وتحقيق السلام في دارفور؟ التصريحات يوحي ذلك، لكن احنا متفائلين حقيقه، ولكن ما بقدر يعني ما تم انجازه حتى هذه اللحظه ما بقدر طموحات الشعب الدارفور والسودان بالذات حقيقه. يعني نحن كنا نتمنى ان تكون هناك تقدم واضح وملحوظ في اطار كل المسارات، ولكن حتى هذه اللحظه كملاحظين انه ما في يعني حتى كالجهه المتبنيه للعمليه كوسيط، يعني ما في تفويض مباشر سواء كان من المجتمع الدولي او من اللي هو الاتحاد الافريقي بصراحه يعني. وبإضافة برضو المساله لانه عمليه بتاعت اتفاقيات مهره غالي جدا، تحتاج اموال ضخمه وتحتاج لمشاركه دوليه، محتاج لمشاركه اقليميه، لهذا السبب كان ومطلوبات ما بعد الاتفاقيه اهم من اثناء الاتفاقيه. فعشان دي الوسيط هو المكان الاتفاق اللي هو المفاوضات ذاته حقيقه ما بقدر طموحاتنا نحن نرى، لانه من خلال تجربتنا ومن خلال اساسا يعني متابعتنا وتنفيذ للكثير من المشاريع، هذه المشاريع الدوله للظروف الاقتصاديه تمر الان ما كافيه لتنفيذ كل المشروعات، اذا لابد ان تكون هنالك مشاركه المجتمع الدولي والعربي والافريقي والعالمي. عشان ده نتمنى يعني حتى هذه اللحظه الجزء الخاص او مكون الاممي ومشاركه الدوليه ما بمستوى بتاع الاتفاق الحوار التفاوض حقيقه، هذه تفاوض ضخم جدا اول مره كل المكونات الكفاء المسلح سواء كانت جنود الحركة الجبهة الثورية وعبد العزيز حلو وكل المكونات اللي هو الحركات الدارفور الأخرى كونوا يشاركوا في حتة واحدة، ولكن إمكانيات دولة الجنوب تخلي ما بقدر طموحات هذه المفاوضات. طيبة لحياة طيبة.